السوق. أقول أبصلت أنا خلف الباب أنتظر خروج الإمام، وأسأل الله عز وجل أن لا يخرج الإمام الرضا إلا وكاشف الرأس لا مغطى الرأس. يقول ما بيننا كذلك، وإذا بالإمام الرضا قد خرج وهو مغطى الرأس فلطمت على صدري ناديتها إماما. يقول فجعل يتمشى الإمام الرضا وأنا خلفه قاصدا إلى الدار، بعد ما تكلم ولا بكلمة إلا لما أن دخل الدار، دخل الدار وانضجع على الفراش ثم التفت إلي ونادى يا بصال اغلق باب الدار ولا تدع أحد يدخل علينا دارنا، لا تخلي أحد يدخل الدار كان من كان. يقول أبو الصلت فأغلقت باب الدار، فما أن أغلقت باب الدار وإذا بغلام أجمع الناس بالإمام الرضا واقف في صحن الدار. غريب من أنت ومن اللي أدخلك الدار والأبواب مغلقة؟ منان. فأجابني الغلام ونادى يا بصال إن الذي أدخلني الدار هو الذي أتى بي من المدينة، هو الذي أدخلني صحن الدار والأبواب مغلقة. قلت له من أنت يا غلام؟ أخبرني من أنت. قال أنا سيدك ومولاك الإمام الجواد ابن الإمام الرضا. ثم توجه الإمام الجواد إلى أبيه الرضا وجلس عند رأسه، فجعل يقبل الإمام الرضا وينادي أباك من الذي فجعنا أباك، أباك من الذي أصابك؟ الإمام الرضا سلام الله عليه مغشى عليه من حرارة السوم، تفاعل السم في كبد الإمام، أفاق الإمام من غشوته وإذا بالجواد إلى جنبه ضمه إلى صدره مناديا وولدا. نادى الإمام الجواد وابتات، فجعل ينظر إلى أبي وهو يجر الأنات وينادي وغربتا. عند ذلك عرق جبين الإمام الرضا سلام الله عليه وعانى سكرات الموت، عرق جبينا واصفر لونه، اعطى مواريث الانبياء فجعل يوصي بوصايا عند احتضار الموت، مد يديه ثم فاضت روحه الطاهره وهل من مناد وامام، أوأل من مناد والسيدة. انكب الإمام الجواد على أبي الرضا مناديا وفجعته، ثم قام بتغسيله وتحنيطه حنطه وكفنه وأبن أبيه الإمام الرضا، وخرج عند ذلك الإمام الجواد إلى وين؟ راجع إلى المدينة، ولأن جاء بالإعجاز إلى خراسان، عاد عاد إلى أهل المدينة إلى بني هاشم، لكن على أي حال عاد؟ محزون الوجه باكي العين. أمر الجواري بنصب الماتم والعزاء، تعجبنا الجواري والخدم. يا لولا سيدي أنت تنصب الماتم لمصاب الحسين أيام عاشورة وقد مضت، لأي عزاء تنصب الماتم؟ لأي مصيبة سيدي؟ عند ذلك انتحب الإمام. يا أو بني هاشم يسألون الإمام الجواد لأي عزاء، لأي مصيبة تنصب العزاء؟ لأي فادحة سيدي؟ أي يعلى يخاطبه عنه، بني أنا انصب الماتم لمصاب الحسين،
أم ننصب المات المصاب أمير المؤمنين علي لأي مصيبة؟ أم لفاطمة الزهراء انتحب عند ذلك الإمام الجواد ذا هيجت لوعاتي يا بن خير البرية وياي هيجت لوعاتي يا بن خير البرية ما تقل لي على من أمرت ننصب عزي بني يا بني مصايبنا عظيم الشيب الشاب نبكي على ضلعين مكسورة ورا لا للجنين اللي تعفر فوق لا لا قاد جدنا اللي ذانا بكل مصيب لا لضربة المحراب نبكي يا ضي العين لا لجل عمنا يا حسن لا نبكي على لا لا الاجساد اللي بجت من غير تدفين لا للحريم اللي تسمت خارجية ننصب المات ما تقل لي فجيعة للي انذبح ضامي وعلى صدره رضي لا للإمام اللي نشر مذهب الشيعة.